كل عام وانتم بألف خير وسنة حب وسعادة عليكم بمناسبة عيد الفطر المبارك. أتمنى لكم يا ربي أوقات حلوة تقضوها برفقة برامج هنا بغداد الفضائية، وأتمنى لكل العراقيين الصحة والعافية والسلامة، وتحية خاصة إلى قناتي قناة هنا بغداد الفضائية بمناسبة إيقاد الشمعة الثالثة على الحب والمودة. نلتقي وكل ما هو جديد من خلال شاشتنا هنا بغداد الفضائية.